نقول لهم يعني الأزهر لا يحتاج إلى تشويه، وإنما الأزهر يحتاج إلى دعم، ويحتاج أن نقف وقفة مخلصة مع الأزهر الشريف، خاصة الذين يعني يهتمون بأمر الأزهر الشريف ويشعرون بالعبء والمسؤولية الجسيمة. يعني هناك كثير من أهل الإخلاص ومن أهل الغيرة على الأزهر الشريف، ومن أهل التمسك بالمنهج الأزهري الوسطي، فهؤلاء لا يستحقون مهاجمة أو لا يستحقون إنكارا، أو بل يستحق منا أحدهم منا أن نقف بجانبه وأن ندعمه فكريا ومعنويا، حتى يشعر بأنه يؤدي الرسالة المنوطة به، بدلا من أن نخلق عملية إحباط لهؤلاء المخلصين. والحمد لله هم كثير جدا، فبدلا من أن نسلك مسلك الهجوم ممكن في نقد بناء. الفكرة هذه غير كاملة، الفكرة هنا لم تعالج بطريقة كافية، إنما أسلك طريق الهجوم هذا ما أسهله، وهذا ليس مبنيا على علم ولا على منهجية صحيحة. إحنا نبني ولا نهدم حتى نستطيع أن نقوم بالدور المطلوب منا. تمام.